يبتسمون في وجه الخطر ويحملونه بين أيديهم، اقتحموا الميدان رغم الحجر الصحي وقرروا حماية البلاد والعباد. هم عمال النظافة بالمستشفيات الذين واصلوا عملهم رغم انتشار فيروس كورونا. سيقول نقولهم ونكسروا معاهم، نهضروا معاهم، نشجعوهم، نقنعوهم. احنا تاني هاك تسيقي تحت البنك وراسها قدامك، هكذا هاي تخسر وانت كي تسيقي تحتها، تبدي لها ساشيتها تاع لي بافيت هذاك، تبدي لها تمسحي لها طوابل ايام قابلاتك. احنا عندنا ربي سبحانه، ولو كان جات فينا احنا كفاية صرنا، ثاني ما كانش يرفدنا ياك هكذا، وربي كاين هذا ما كان، كاع راهم يدعوا فينا، بصح شوية تاني ما نشوفوش غير الفوق الفوق، نشوفوا البساطة يضربوا في النشاف، ولا لا لا؟ ايه انا شحال راني قريب 30 سنة ندي زوج ملايين، كاين 6 زوج ملايين و700، 30 سنة داري تكسر في الشيروجينا. أشخاص على الهامش لا يكاد يتذكرهم أحد، مهمتهم الخطيرة أصلاً أصبحت في غاية الخطورة نظراً للاحتكاك بالنفايات الطبية والقرب من المصابين بكورونا. نخدموا مع المرضى وجه ربي، نخدموا معاهم، نهضروا معاهم، نقصروا معاهم، نورمال كيما احنا، يقيضونا يقيضونا، ما نكذبش عليك، ما نقدروش ننساو، دينا دعوة الخير، الحمد لله، وجه ربي. نخدموا ما نقدروش نهربوا منهم، رانا على بالك رانا مع نخدموا عندنا سيرفيس تاع لي مال تاع كورونا، نخدموا معاهم. كي زدنا سمعنا الرئيس بلي راح يسوي لنا الوضعيه تاعنا فرحنا بالبزاف. اوموا جا رئيس شافينا، اوموا شافينا، درنا اعتبار، درنا قيمه، ما كناش عندنا حتى قيمه. نخدموا لوجه الله، حنايا الخدمه تاعنا هنايا مع لي مالات لوجه الله، دعاوي الخير. مجهودات جبارة واحتكاك مباشر بالخطر، فرغم ضعف أجورهم يمارسون عملهم بكل تفان ولا يطلبون سوى التفات من المسؤولين.